بسم الله الرحمن الرحيم ورجلين بلشو كو دي ببلابد عنشوره مامولك قبل كبنادر يدولد هوسي حمر وحو ملكي لياش قريها يدارها مقالة مقدشو كو ورجلين ايا إن لقى بلابا مانتا وتاريخ دكو بيغان تهي خميس سقالي طبن كجاني وري سنة كلابكون لباتني سدح دي بلو بلابا قادستا عنشوره قريها وهوري لوها كي مركي تاريخ دو أحيد أفري لباتن كي أكتوبر سنة كي تجي لابكون لباتن اللابو وجدوين كي أقوينا ومامل كي قبل كبنادر يدولده سي حمر هكين تاسي أسميين وحواها إن لها جيو نظام كمالية ديد إيو هنان كي قادستا عنشورها قريها سلو حقيجيو هفنان ده فرنان كالسوني إيو سيد اللغو غاري كرو كوبع الدخلي أو لغو غاري كرو كرو قادستا أدي جدا أساسي جو أهنالشا إيو هرمركا شعبك كودخان عاصمة مقدشو ما دام قف ولباو ملكي لها أي واجب كتها بحنت عن شورتا وحالك عسانا يا إن سيدو للا شقيو لامها قابل سن قادستا عن شورها قريها يدو الله مرايو نظام كمالي يديد إمام ملك قبل كبنادر يدولده سيا حمر لابو وحكا قبشادا قريها بربرسن أي كويا لا عاصمة مقدشو maamulka gobolka banaadir iyo dawladda hoose ee xamar oo ka duulaya ilaalinta bilicda caasimada muqdisho isla markaana doonaya in caasimada ay noqoto mid la mid ah kuwa dariska hesho maalgashadayaal caalami ah ayaa si loo gaaro heegsigaasi waxa uu mulkiilayaasha guryaha burbursan ee aan la deganeyn ee ku yaala faras magaalaha ee guud ahaan caasimada loogu baaqayaa in ay dib u dhistaan oo ay doorkooda ka qaataan dib u dhiska iyo horumarka ka socda dalka iyadoo dawladda hoose ee xamar ay diyaar u tahay inay u fududeyso dhammaan wixii shaqo ah ee kaga aadan maasanadi